30 سؤال، 3 مجموعات في 12 بشكل عملي، وورد باللغة العربية، الأسئلة الجديدة لتمس إكزام. أول سؤال بيقول لي أنشئ مستند جديد باستخدام القالب تقرير حاضري أو أربان ريبورت وأحفظه باسم التقرير في المجلد دوكيمنت لتمس، وفي النهاية أغلق المستند. عشان أنشئ مستند جديد سواء مبني على قالب أو حتى قالب فارغ، بختار من ملف وبختار جديد. لو كان مستند فارغ بالشكل ده من هنا، لو كان محتاج قالب وقال لي اسمه بختار نماذج القوالب، لو كان قال لي من القوالب الأخيرة بختار من القوالب الأخيرة، لكن قال لي طبعا هنا القوالب. القوالب طبعا كل قالب ليه اسم، أخد بالي إن حتى في أسامي متشابهة، وبيجيب لي هنا بالإنجليزي وبالعربي. ناخد بالي هنا في قال لي أربان ريبورت، بختار تقرير حضري، طبعا مترتبين أبجديا. لما برجع تاني وبشوف حرف التاء واختار تقرير حضري زي ما قال لي، بما انه مترتب ابجديا بطلع بالسكرول بار بوصل عليه، ممكن اعمل دبل كليك او لكن قال لي اعمل له حفظ الاول، هحفظه في المستندات، هتاكد انا في المستندات ولتمس، واكتب الاسم اللي قال لي عليه اللي هو التقرير. طبعا مفيش داعي ان انا اكتب الامتداد لان الامتداد من تحته، بعمل حفظ. لكن قال لي اعمل له اغلاق، بعمل ملف واختار اغلاق. هتنقل للسؤال الثاني، احفظ المستند المفتوح اللي اسمه حيوانات دوت، واتاكد ان هو مفتوح هو عندي، ما كانش اجيبه من خلال شريط المهام من تحت، باسم حيوانات منقرضه في المجلد دوكومنت ويلت مصر. الحفظ طبعا بيتم من قائمه ملف، ولازم اختار حفظ باسم عشان هنا يسمح لي بتغيير الاسم، واكتب الاسم اللي قال عليه حيوانات منقرضه، ممكن امسحها واكتب، او بعد حيوانات اعمل مسافه واكتب منقرضه، المهم اوصل للاسم المطلوب وبيكون بالظبط طبعا، وبعمل حفظ. قال لي اغلق الملف، اغلاق الملف طبعا بيتم من قائمه ملف، واختار منها اغلاق، واختار اغلاق. السؤال الثالث بيقول لي طبق تنسيق غامق لو بولد على العنوان انقذنا مخلوقات نادرة ومعرضة للخطر في الصفحة الأولى في المستند مخلوقات نادرة ومعرضة للخطر. بلاحظ إن أنا عندي هنا ممكن حيوانات منقرضة مفتوح، المفترض إني أفتح ملف آخر لو ما كانش مفتوح من خلال شريط المهام، بختار الملف اللي بعنوان مخلوقات نادرة ومعرضة للخطر أهو، وبحدد عنوان أنقذنا. بمجرد ما بحدده ممكن كمان الصور دي تتحدد معاه، ما فيش مشكلة حتى لو اتحددت الصور معاه، ببدأ أعمل بولد عادي من خلال الغامق حرف البي من ريبن أو الشريط في الصفحة الرئيسية. السؤال اللي بعد كده، غير لون نفس العنوان أنقذنا مخلوقات نادرة ومعرضة للخطر، بحدده وبعمل أختار هنا من هنا أي لون، لانه حتى ما قاليش الا لون كذا، بختار انا اي لون، ببعد عن الابيض والاسود من الافضل يعني. ادخل النص، في نص دلوقتي مطلوب انه يتكتب، العديد من المخلوقات اصبحت معرضه للخطر بدون ان تكسب اهتمام الناس. الجمله دي عايزه تتكتب، لكن فين؟ في نهايه الفقره اللي بتبدا ب وتبعا للاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه في الصفحه الاولى من مستند مخلوقات نادره ومعرضه للخطر. اتاكدت المستند ده، بوصل للفقره الاولى اللي هي بتقول وتبع للاتحاد الدولي، وبعد كده اجي في نهايتها، انا مش هعمل فقره جديده، هتبقى فقره ضمن نفس الفقرات تبع للاتحاد الدولي. لازم اوقف المؤشر بعد النقطه وابتدي في الكتابه على طول. بعد ما بكتب، هي فكره السؤال ان انا هضم جمله لفقره موجوده، باجي بعد النقطه وببتدي في الكتابه على طول. لو قال لي فقره جديده بعمل انتر، هي دي فكره السؤال. السؤال اللي بعد كده، في الفقرة التي تبدأ به بحسب ويلكوف وماستر المخلوقات، بحسب كلمة مكتوبة في الصفحة الثانية، أنزل للصفحة الثانية وبقول لي احذف الجملة، في جملة بادئة من أجل القيام بهذه المهمة، بنزل أولا وبحدد بحسب ويلكوف أهو، قال لي فيها جملة اسمها من أجل القيام بهذه المهمة أهي. فكرة السؤال في كيفية تحديد الفقر، الجملة هنا من أجل القيام أهي، باجي على أي كلمة فيها وبضغط كنترول من لوحة المفاتيح وكليك بيتم تحديدها، يبقى كنترول من لوحة المفاتيح وكليك على أي كلمة بيتم تحديد الجملة. قال لي احذفها، فبحذفها من ديليت من لوحة المفاتيح.
قال لي احفظ المستند، ممكن اعمل كنترول اس برضو من لوحة المفاتيح او علامة الحفظ من فوق كلمة ملف. السؤال اللي بعد كده، في السطر الاول من الفقرة التي تبدأ ب هناك طرق عديدة، بدور على الفقرة اللي بتقول هناك طرق عديدة اهي، بنزل ب السكرول بار. قال لي في السطر الاول ده في كلمة اسمها تحت الخطر، هعرضها لكلمة المعرضة للخطر. بلاحظ ان في كلمة تحت الخطر اهي، الكلمة دي احددها ممكن الكلمتين يعني، واكتب معرضة للخطر. طالما هنا ما قاليش، طالما دلني على العنوان يعني فكرة انه يدلني على مكان او السطر، مش محتاج اداة البحث او الاستبدال. لكن لو قال لي غير من غير ما يقول لي هي موجودة فين، هعمل في الحالة دي استبدال. هنا قال لي في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني استبدل، في الحالة دي محتاج اني ادور بعناية واحدد الكلام وابدله بشكل يدوي. الكلمة اللي قال لي عليها، وبتنقل للسؤال التالي. هنا استخدم أداة مناسبة لاستبدال كلمة الاعتناء إلى حماية. هنا قال لي استخدم أداة وكمان ما قاليش هي موجودة فين، فأنا في الحالة دي محتاج أداة الاستبدال. طبعا اختصارها كنترول اتش من لوحة المفاتيح، هضغط على أداة الاستبدال، هكتب الكلمة الأولى بكل تطابق، يعني لازم يكون لو فيها مزاد أو نقط لازم بالظبط، هكتب بالظبط عشان يبدأ يلاقيها، وأعمل له استبدال الكل. في الحالة دي هيديني تقرير هو عمل كام عملية استبدال. لاحظ إن أنا عمل 3 عمليات استبدال، أقول له موافق وأقفل. والسؤال اللي بعد كده، انقل الفقرة مخلوقات معرضة للخطر، هي مخلوقات معينة الموجودة في الصفحة 2 بي، بيشاور لي أنزل بالسكرول بار أو شريط للصفحة 2، بحدد الفقرة دي بالكامل من خلال الشريط من هنا دبل كليك، أو أحددها بأي طريقة إن كانت. مطلوب مني إني أنقلها، أنقلها معناها قص، أضغط على رمز المقص لعملية قص. لكن هنقلها فين بقى هنا في الحالة دي؟ قال لي إلى المستند مصطلحات المخلوقات المعرضة للخطر، يبقى هفتح مستند آخر. المستند اللي انا واقف فيه اسمه مخلوقات نادره ومعرضه للخطر، لكن هنقل الى مصطلحات المخلوقات المعرضه للخطر، ده من خلال طبعا شريط المهام من الاسفل. هختار المستند او الملف دوت، وهنا طبعا محتاج ان احط الفقره في مكان معين. اختار اهو مصطلحات، بمجرد ما فتحت الملف الصحيح هدور على المكان اللي قال لي عليه. قال لي هنا في المكان ده قم بوضع الفقرة قبل الفقرة مخلوقات مهددة، عايز قبل هنا، بضغط وان بالمؤشر على قبل الفقرة دي، بيكون قبلها ممكن هنا او ممكن كمان فوقها، واضغط كليك. احنا عارفين خاصية كليك اند تايب اللي هي اضغط واكتب مباشرة في الوورد. لو حاسس ان في مسافات بعد كده ممكن احذفها واظبط نفسي بعد ما بعمل بيست، ممكن احذف المسافات دي عادي من خلال الامر ديليت كده. تمام، اتنقل على السؤال اللي بعديه بعد ما اعمل عملية الحفظ. قال لي اعمل حفظ للمستندين، اعمل حفظ المستند الاول وارجع للمستند الثاني اعمل له حفظ، او كنت اعمل حفظ بعد ما عملت عملية القص، المهم بحفظ المستند. السؤال اللي بعد كده بيقول لي طبق تنسيق مائل على العنوان مخلوقات منقرضة. مخلوقات منقرضة في مستند مصطلحات المخلوقات المعرضة للخطر، بنزل من خلال شريط التمرير اللي هو السكرول بار، وادور على العنوان اللي قال لي عليه. العنوان هنا مخلوقات منقرضة، بحدده كلمة مخلوقات منقرضة. قال لي تطبق تأثير مائل، بضغط على حرف الآي. والسؤال التالي، في مستند مصطلحات المخلوقات المعرضة للخطر اللي هو مفتوح قدامي، ادخل الرمز حقوق الطابع اسفل الصفحة تحديدا قبل النص اتحاد البرية، اتحاد الحياة البرية الوطني. بنزل طبعا للنص اللي قال عليه، هو في نهاية المستند من خلال السكرول بار، وقف قبليه مباشرة، طبعا هو باللغة العربية هقف على اليمين، مش عارف اضغط على هوم يجيب لي بدايته على طول، لو قال لي في نهايته بضغط اند. المهم بعمل بعد كده ادراج واختار رمز من خلالها العلامة اللي قال لي عليها هنا، علامة كوبي رايت او حقوق النسخ. اخر سؤال في المجموعة دي بيقول لي قم بتصغير شريط الريبن اللي هو الشريط في المستند المفتوح مصطلحات المخلوقات المعرضة للخطر، بالتأكيد بضغط على السهم دوت، بيصغر الريبون او بيصغر
الأشرطة كلها. المجموعة التانية بينبهني بيقول لي لا تغلق أي من المستندات إلا إذا طلب منك إغلاقها، يعني ما نقفلش إلا ما يطلب منك. طبق واصلة تلقائية، الوصلة اللي هي هايفينيشن، على المستند المفتوح الشعاب المرجانية. ده بيتم من خلال تخطيط الصفحة، بلاحظ الوصلة، بضغط على السهم وبختار تلقائي، لو طلب شيلها بختار بلا. السؤال اللي بعد كده، قم بعمل ضبط للفقرة التي تبدأ بالشعاب المرجانية دافئة نقية وتنتهي بالحلزونات والحيوانات الرخوية، أيا كان في الصفحة الأولى من مستند الشعاب. المطلوب هنا ضبط للفقرة، ضبط يعني إيه؟ عندي محزاة لليسار لليمين للتوسيط، الضبط مطلوب كده، لكن مطلوب أحدد الفقرات اللي قال عليها. فقرات هنا الشعاب المرجانية بحدد ده لحد النهاية بأي طريقة تحديد أيا كانت، ومن خلال الصفحة الرئيسية المجموعة اللي اسمها فقرة بختار من خلالها ضبط. طبق تباعد قبل للفقرات في الصفحة واحد بمقدار 6 نقاط بداية من الفقرة، طبعا هات لي فقرات أحددها، هي نفس التحديد السابق من الشعاب المرجانية لحتى الحيوانات الرخوية. مطلوب إن هنا هطبق تباعد قبل الفقرات، التباعد قبل الفقرات ده من خلال المجموعة اللي اسمها فقرة، بضغط على الشريط هنا عشان يظهر لي مربع حواري، بلاحظ إن في تباعد أهو، قال لي قبل وأزود هنا النقطة ل6، وبعد كده بضغط موافق على الفقرات المحددة. أحذف عمود المرجع الموجود في الجدول 1 تحت العنوان أنواع الشعاب المرجانية، مطلوب إن أوصل للجدول اللي اسمه أنواع الشعاب المرجانية، وأوصل للعمود اللي فيه كلمة المرجع وأعمل له حذف. الحذف بيتم إما من باك سبيس من لوحة المفاتيح أو من خلال أدوات الجدول، بختار تخطيط، من خلال تخطيط بلاحظ في حذف، حذف بختار أعمدة لأني محدد عمود المرجع. أدخل البيانات التالية في الجدول الفارغ تحت العنوان أنواع الشعاب في الصفحات الأولى. طبعا عشان أدخل البيانات دي لازم تكون دقيقة زي ما اتفقنا بالهمزات والنقط في اللغة العربية. طبعا الياء تحتها نقطتين، بنقول بيحصل تطابق كامل. بعد كده في الصفحة الأولى من المستند عد العرض العمود الأول في جدول 1 إلى نص بوصة أو 1.27 سنتي. بقف في طبعا العمود، لازم اوقف كليك عليه عشان اي تأثير يتم عليه. من خلال ادوات الجدول بعد ما بوقف عليه بلاحظ في الربن تخطيط او في شريط تخطيط هنا عرض العمود، ممكن اكتب القيمة اللي قال لي عليها، اكتب هنا 1 وشيفت مع الزاي عشان يديله نقطة، واكتب 2.7 وبعدين انتر، هو بيكتب كلمة سنتي. طبق تظليل اي لون من اختيارك على كل خلايا جدول 1. هنا جدول 1 اهو مطلوب اني احدده بالكامل من علامة الزائد دي الموجودة، ضغطت عليها حددته او احدده باي شكل، عندي طبعا اداة للتحديد اهي، ممكن اختار منها واقول له تحديد كامل الجدول. بعد ما حددت الجدول قال لي طبق تظليل، التظليل بالتأكيد او اي حدود هيجي من التصميم، عندي التصميم والحدود اهي، اضغط على السهم وقال لي اي لون من اختيارك، بختار اي لون. غير كل الفقرات تحت العنوان أشهر الشعاب المرجانية الموجودة في العالم. أشهر الشعاب المرجانية موجود أهو، يعني أنا مهارتي في إني بوصل بسرعة في الامتحان. قال لي كل الفقرات بحددها كلها، وقال لي عايز قوائم رقمية، عايز تنقيط يعني أو ترقيم، هنا قال لي تعداد نقطي أو تعداد رقمي اللي هي قوائم رقمية، هضغط على القوائم الرقمية، بضغط على الافتراضي يديني أرقام افتراضية، مفيش داعي أدخل من السهم. طبق نمط تشديد، يبقى النمط تجديد دي هجيبها من الانماط واختار تجديد سترونج، لكن محتاج اطبق على ايه؟ القائمه تحت العنوان بعض الحقائق عن الشعب المرجاني. انزل للقائمه بعض الحقائق اهي، مطلوب اني احدد القائمه اللي بحددها بالكامل واطبق من خلال الانماط، نمط ايا كان اللي قال لي عليه في الحاله دي اسمه تجديد اهو. طبق تأثير مرتفع اللي هو سوبر سكريبت على الكلمة يوليو، أوصل للكلمة اللي قال عليها هي يوليو من خلال برضه شريط مهام، دبل كليك على الكلمة، ضغطتين بسرعة اتحددت، بختار من خلال سوبر سكريبت بيتم تطبيقها. أدرك صورة الشعاب المرجانية الموجودة في المجلد دوكيمنت لتمس بحيث تكون في الجزء الأوسط أسفل المستند، تحديدا أسفل الفقرة الأخيرة. الفقرة الأخيرة أهي، هو في المؤشر في النص، بعمل كليك هنا فبيقف في النص بالظبط،
مطلوب بعد ما اوقف نقطة الإضراب أدرك بقى الصورة. من خلال الإضراب بختار صورة، والصورة بختار المسار دوكمنت، وبعدين لتمس بلاقي الصورة موجودة، بضغط أدرجك في المكان المطلوب. السؤال الأخير في المجموعة دي، انسخ الصورة اللي اسمها الشعاب المرجانية الموجودة في المستند الشعاب المرجانية. أنا في المستند الشعاب المرجانية الصورة اسمها الشعاب المرجانية، أتأكد إن مش الصورة دي، ما تسرعش وأختار الصورة دي. بنزل للصورة اللي اسمها الشعاب المرجانية بدور عليها أهي، واسمها موجود، دي المطلوب نسخها، بحددها وبعمل لها كوبي أو نسخ من كليك يمين، وبختار نسخ، أو من الصفحة الرئيسية بختار نسخ. قال لي الزقها بقى فين؟ قم بوضع الصورة أسفل المستند تحت الفقرة الأخيرة، ثم قم بحفظ المستند. هنزل تحت في أسفل المستند بعد ما نسختها، بس طبعا المستند مفتوح، اسمه أنواع الشعاب المرجانية، بختاره من شريط المهام، وبنزل تحت في الأسفل، وبعد كده بوقف المؤشر في الأسفل، وبعد كده بعمل لصق للصورة بتاعتي، بعد كده أحفظ المستند. بعمل لصق بعد ما اتأكدت ان انا في نهاية المستند، وبعد اللصق بعمل حفظ. لازم منساش لان يقول لي حفظ المستند، اعمل كنترول اس او اضغط على العلامة دي. المجموعة التالتة والاخيرة، اول سؤال بيقول لي ادرج مسافة بادئة للسطر الاول بمقدار نص انش اللي هو نص بوصة، او 1.27 سنتي في الفقرة الاولى التي تبدأ بالكلمة هي شركة لتأجير السيارات. بقف على كلمة هي شركة لتأجير السيارات، سواء حددت الفقرة أو وقفت فيها التطبيق هيتم. عايز أعمل مسافة بادئة، المسافات البادئة بضغط على من الجروب أو المجموعة فقرة على شريط عشان يظهر، بلاحظ إن هنا مسافة بادئة باللفظ أهو. للنص الأول بمقدار تبدأ بـ، طبعا هنا المسافة البادئة للسطر الأول، هل هو قبل النص أو بعد النص؟ المفروض يقول لي قبل النص أو بعد النص، ما قاليش، لكن قال لي للسطر الأول. يبقى هنا عندي حاجة خاصة اسمها السطر الأول، حاجة تانية اسمها معلقة. شوف قال لي إيه؟ قال لي بمقدار نص بوصة، طبيعي إن جاب لي للشكل الافتراضي نص بوصة، فأنا مش هغير هنا في الحالة دي، وهضغط موافق على طول. بلاحظ إن السطر الأول هو اللي دخل بمقدار نص بوصة. السؤال اللي بعد كده، في الصفحة الأولى من مستند شركات تأجير السيارات، بتأكد إن أنا في نفس المستند، أنشئ فقرة جديدة تحت الفقرة تبدأ هي شركة. طبعا هنا أجي في النهاية بيشوفني هقدر أميز بإني بنشئ فقرة جديدة بإني بضغط إنتر من لوحة المفاتيح، بوقف في نهاية الفقرة المطلوبة وأعمل إنتر، وأبتدي في الكتابة للكلام اللي قال لي عليه. وزي ما قلنا الكتابة لازم تكون مطابقة تماما، وفي نهاية الفقرة بعمل نقطة من غير مسافة عشان يبقى الجملة انتهت بالشكل ده. أتنقل على السؤال التالي، أدرج فاصل صفحة في الصف الرابع من الجدول واحد اللي اسمه رسوم تأجير السيارات تحديدا قبل النص القياسي. هنزل في الجدول وعايز كلمة اسمها القياسية داخل الجدول أهو، وإن كانت القلمة اللي أنا عايزها، بقف قبليها لأنه قال لي قبليها. عايز أعمل فاصل صفحات، من إدراج بختار هنا فاصل صفحات اللي اختصرها كنترول انتر من لوحة المفاتيح. لو كان قال لي فاصل اسطر بعمل شيفت مع انتر، فاصل صفحات كنترول انتر، كل ده بيجي برضو من تخطيط الصفحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي طبق تباعد اسطر مفرد للفقرة التي تبدأ بملاحظة الساعة. بوصل للفقرة طبعا ملاحظة الساعة تختلف، بحددها، ممكن احددها واقف فيها عادي خالص، يا تحت الجدول اللي عليها. المطلوب تباعد اسطر مفرد، تباعد الاسطر المفرد ده طبعا بيجي من الصفحة الرئيسية من المجموعة فقرة. هنا في تباعد الاسطر ممكن اضغط على السهم واختار تباعد اسطر مفرد اللي هو واحد، او من خلال بقى الدايلوج بوكس او المربع الحواري زي ما بندخل، بلاحظ تباعد الاسطر جاي هنا مش ارقام بقى، مفرد ومزدوج، اما بره مكتوب واحد واثنين، فهنا حبيت ادخل عشان اطمن بدخل وبعمل مفرد. في النهاية ما ننساش قال لي اعمل حفظ، بعمل حفظ من علامة الديسك او كنترول اس. السؤال اللي بعد كده، في مستند شركات تأجير السيارات البارزة اضف حقل الاسم
اسم الملف في القسم الأيسر للتسجيل، مطلوب إني أدخل للتسجيل المستند من خلال، طبعا أتأكد إن أنا في الملف، أضغط على إدراج، من خلال الإدراج بختار الرأس أو التسجيل، هنا طالب التسجيل، والتسجيل هختار تحرير التسجيل، ومن تحرير التسجيل قال لي أدخل أو أضف حقل اسم الملف. أنا في التسجيل أهو، الحقول بتيجي من الأجزاء السريعة، من خلال الأجزاء السريعة بختار حقل، ومن خلال الحقل بختار فايل نيم لأنها مش بتتكتب بالإنجليزي بالشكل ده، فايل نيم اللي هو اسم الملف، وأضغط موافق وبقفل الرأس والتسجيل، وكده أنهيت السؤال. غير هوامش أعلى وأسفل كامل مستند شركات تأجير السيارات وتصبح 8 من 10 إنش أو 2 سنتي. الهوامش بتتغير منين وأحجام الصفحات؟ من خلال تخطيط الصفحة واتجاه الصفحات كمان، مجموعة واحدة اسمها إعداد الصفحة. الهوامش بختار من الهوامش، بتأكد إن أنا بختار هوامش مخصصة الأخيرة. بلاحظ إن هنا نقطة مهمة جدا، التطبيق هيتم تطبيقه على إيه؟ على المقطع الحالي، لكن هو قال لي على كامل المستند. بغير القيمة اللي هي أعلى وأسفل بالقيمة اللي قال لي عليها، هنا 2 سنتي و2 سنتي، ومنساش حتة المقطع الحالي، أحولها إلى كامل المستند، وفي النهاية بضغط على موافق. أجب على السؤال الموجود في مستند السؤال 7، ثم احفظ المستند. عندي مستند مفتوح اسمه السؤال 7، لازم أفتحه من خلال شريط المهام، بضغط عليه واختار السؤال 7، وبعد كده بقرأ السؤال. بيقول لي أي من إعدادات الطباعة التالية تمكنك من طباعة المستند بأكمله؟ طبعا واضح هنا طباعة كافة الصفحات، وقال لي احفظ المستند. لازم احفظ المستند قبل ما اتنقل للسؤال التالي. في مستند دعوة للتميز، غير اتجاه الصفحة ليصبح عمودي وحجم الورق ليصبح لتر. قلنا حجم الورق واتجاه الورق وقيمة الهوامش بيكون من خلال تخطيط الصفحة. أنا في المستند دعوة للتميز أختار الاتجاه أخليه عمودي، حجم الورق أخليه لتر، لتر بتبقى فوق، حركت السكرول بار عشان أجيبها. استخدم أداة مناسبة لحذف الكلمات المكررة في مستند دعوة للتميز ثم احفظ المستند. الأداة المناسبة هنا طبعا هي المراجعة، المراجعة فيها تدقيق إملائي ونحوي، وطبعا التدقيق الإملائي هي الأداة المناسبة، بضغط عليها بلاقي لو لقيت أي أخطاء، هو طبعا قال لي كل اللي تعمله لحذف الكلمات المكررة، لو مدقق النحو شغال بيديله خطوط خضراء ما تصرفش، أقول له تجاهل تجاهل لحد ما أوصل للي أنا عايزه. ولاحظ هنا إن فيه مفيش هنا طبعا تكرار، فهنا هتجاهل، انا عايز بس اعمل طبعا الكلمات المكررة بس، اعمل تجاهل في الحالة دي، كلمة من ومن هضغط حذف، لما الاقي حذف اعملها، اي حاجة تانية اعمل لها تجاهل لانه طلب مني الحذف فقط. طبعا عندي تدقيق ممكن يبقى نحو بالشكل ده، يديني خطوط خضراء افضل اتجاهله، ممكن الجهاز يكون مش متظبط على التدقيق النحوي فعال يعني. احفظ منساش الحفظ، اتنقل للسؤال اللي بعد كده. استخدم مستند دعوه للتميز اللي هو مفتوح قدامي كرساله للقيام بعمليه دمج مواصلات، واستخدم مستند القائمه البريديه من مستند دوكيمنت دوت ماس كمصدر بيانات ليتم دمجه. انا عندي مستندين في دمج المواصلات، اجمل حاجه في اسئله المواصلات ان لازم ادخل في التبويب مراسلات، وبداية قال لي المستند ده تستخدمه كمستند رسالة، بنختار منه رسالة، لو قال لي الغيه هختاره مستند عادي، ما بيحصلش أي حاجة في الحالة دي. الخطوة اللي بعد كده تحديد المستلمين، بضغط على تحديد المستلمين وأختار القائمة الموجودة، ومن خلالها أدور على دوكيمنت لتمس أو المستندات، وبعدين كده لتمس، واختار هنا قال لي القائمة البريدية، بختار القائمة البريدية وبقول له فتح. هنا أنا جمعت المستندين استعدادا لعملية دمج المواصلات. قال لي أدرك حقل كتلة العنوان، أدرس بلوك أسفل التاريخ في مستند الدمج الرئيسي، هو هنا تحت التاريخ، أعمل كليك تحت التاريخ، لازم كليك تحت التاريخ،
ادراك كتلة العنوان. عندي هنا كتلة عنوان، ما قاليش حقل طبعا ولا حاجة، لو كان قال لي حقوق كنت هختارها من حقول الدم، لكن قال لي كتلة العنوان هختار كتلة العنوان واسيبه بشكل افتراضي ما غيرش اي حاجة واقول له موافق. لاحظ ان ادرك كتلة العنوان. قم بدمج قائمة العنوان البريدية، قال لي اعمل يلا الدمج اللي هو الدمج والانهاء مع الرسالة في شكل مستند جديد وسميه رسائل دعوة في المجلد رقم واحفظها في دوكيمنت الاتصال. ادخل اضغط على انهاء ودمج، ومن انهاء ودمج هختار الكل طبعا تحرير المستندات المفردة، وبعدين الكل لان ما قاليش استثني حاجة. عمل لي ملف جديد مطلوب اني احفظه بقى باسم جديد، بنزل صيغة السؤال وبعد كده بقول له ملف، وبعدين اختار حفظ باسم، الاسم اللي قال لي عليه ايا كان بكتبه طبعا في المكان اللي قال لي عليه في المستندات والاتمس، وبكتب الاسم اللي قال لي عليه بالظبط رسائل واندر سكور ودعوة. بكتبش الامتداد لان الامتداد الافتراضي هنا وورد دوكمنت اللي هي دي او اس بالشكل ده وبيكتبه هو. وحفظ في النهاية. خلصنا المجموعة 3 من 12 في 36 سؤال.